دابا مثلا هي البيض 26 يمكن نقليو حنايا في الشحمه حسن كاع نديرو شحيمه ونديرو سميتو احنا مطيبين قويمي خليوها تخمى شنو غادي لنا هاد المطيشه كاع احنا ما كليناهاش شنو غيوقع لنا ما يوقع لنا حتى شي حاجه ندير طواجين بلا مطيشه كاع تيجي طواجين بلا مطيشه تيجي حسن بمطيشه الزيت والزيت 18% الدجاج 400 هي بزاف كنت مثلا هي 7 درهم 6 درهم نقولوا جفاف حنا نعاونوا الحكومه حنا نعاونوا نصبروا معاه في هذيك 6 درهم 7 درهم اش نقول لك مطيشه بزاف غلات بزاف طلعات فوق القياس ويا السلام عليكم بعدا خويا هاد الزياده اللي دابا اللي زادونا في ليسانس حنايا 260 ما بقى تتقدنا خويا حتى شي حاجه تمشيو بالهمزه مثلا ب 1000 ولا ب 600 ولا هادي تدي لها 500 ديال ليسانس ولا 600 ليسانس شحال فيها فيها جوج ايطار 500 مثلا تديك واحد 8 كيلومتر تتسالى وانت غادي مثلا ب 800 ها 500 شحال غتبقى كتبقى لك 100 ريال ولا 1000 فرانك زعما بزاف علينا هاد الزياده هادي ما تقدش حتى مواطن بصح حتى مواطن دابا تقول له 1000 تيقول لك بزاف اخويا وتبقى جالس اللهم تتقول هذيك البركات ديال وليداتك ولا تبقى جالس خويا اش نقول لك حنا تنخدموا مع الصنايعيه دابا حتى الصنايعيه مثلا زاد عليهم كلشي زاد عليهم الخشب زاد عليهم الحديد زاد عليهم الالومنيوم حنا خدامين مع الصنايعيه دابا تمشي عند الصنايعي تيقول لك ما كاينه خدمه كليان عاوتاني مثلا تيقول له غنصاوبك بيت النعاس بمليون مثلا عطيتك مثال صنايعي تيقول له مليون نعطيك بيت النعاس تيقول له بزاف عليا الصناعي تيقول له ما نقدش انا نصاوب لك مثلا بيت نعاس 160 ما فيهاش ها هو ما صاوبلوش بيت نعاس ها الهوندا جالسه حنا تنتسناو هذاك الصناعي شد الهمزه باش حنا نمشيو مع الصناعي تلقى الصناعي ناعس حنا ناعسي هذا هو اللي كاين دابا خويا واقف قول مثلا من 9 الصباح ل 2 همزه وحده مزاو حدا ب 600 ريالها حنا جالسين معاها بحال هكا كاين هكا اللي تديها 600 كاملة ليسانس وتتقلب على خدمة اخويا اخويا شنقول لك مطيشة بزاف غلات بزاف طلعات فوق القياس بحال اللي قال الصديق محمد البيضاوي كنت مثلا هي 7 درهم 6 درهم نقولوا جفاف حنا نعاونوا الحكومة حنا نعاونوا نصبروا معاه في هذيك 6 درهم 7 درهم ماشي مشكل الزيت والزيت 18% الدجاج 400 هي بزاف بحال دابا مطيشه شنو باش البيض ها هو البيض دابا مثلا هي البيض 26 يمكن نقليو حنايا في الشحمه حسن كاع نديرو شحيمه ونديرو سميتو احنا مطيبين قويميله مطيشه بزاف 260 لا اله الا الله محمد رسول الله خليوها تخمى شنو غادي لنا هاد المطيشه كاع احنا ما كليناهاش شنو غيوقع لنا ما يوقع لنا حتى شي حاجه ندير طواجين بلا مطيشه كاع تيجي طواجين بلا مطيشه تيجي حسن بمطيشه خليها سيدي بزاف علينا رمضان قريب العواش سميتو وبعد دابا انا تتكلم معايا دابا انا والله ما دار شي زميته ولا دار شي شباكيه ولا مازال على الله تنتسناو واني الحمد لله ربي ما غاديش يخيب فوق الحكومه شكر الله سبحانه وتعالى مقصحين اصاحبي وعامين ديال كورونا مقصحين فيها وزادت الازمه هذه مقصحين فيها ها هي دابا 5 سنين وحنا مقصحين يلا خصهم يحاولوا علينا شي شويه تنقول لهم نبقوا من الشعب شويه تنقول الحكومه تلطف بينا شي شويه وتنقص لنا من المواد الغذائيه وتعاوننا راه حنا مواطن مغاربه تعاوننا شي شويه وتوقف معانا في جنبها وحنا نوقفوا معاهم وعاش الملك حنا الملك ديالنا هو اللي عندنا ما عندنا حتى شي واحد عاش الملك حنا تنبغيو ملكنا والله ينصرو الله يخلي له صحيحته اشترك الان في قناة اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي اشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.